سلام عليكم يا حلوين. اوكي شباب الحلوين، ان شاء الله بقطعنا اليوم الحلقة الأولى من سلسلة ماستر كرافت الموسم الثاني، بس هالمرة وياي المتابعين. هلا شباب، هلا هلا. اوكي شباب الحلوين، زي ما قلت لكم ان شاء الله الحلقة الأولى من سلسلة ماستر كرافت، فشباب خلوا المقطع لايك واشترك بالقناة اذا مشتركين. شباب اكتبوا لنا في الشات ايش قد تبون نوصل هذا المقطع لايكات. شباب شوفوا الشات، شوفوا كلهم يكتبون 5000 لايك 4000 لايك. يلا شباب وصلوا حول 4000 5000 لايك. اوكي فيلا شباب توزعوا، شباب كل احد ياخذ مقطع. شباب الو شباب، يلا كل واحد ياخذ مقطع. شباب يلا ليتس جو. طبعا شباب اللي فاز ويانا في السلسلة الأولى من سلسلة ماستر كرافت اللي هو محمود اكس ديم حصل على 7321 تصويت. اوه ماي جاد يا شباب. اوكي وللأسف رقم 2 رفايال محصل على 1913 صراحة، يعني كلش حلوات، يعني تصويتات هواي ما شاء الله. فللأسف رافائيل راح يطلع مسوي ذيك القطوة، ومحمود اكس دي مسوي لنا ريتشارد. والله صراحة يستحق الفوز، ما مقصر ويانا في السلسلة. اوكي شوف الحوين، نبدأ برقم واحد اللي هو اسمه هاش ام اندرسكورد زد. اوكي هذا هو هاش ام اندرسكورد ام زد. الا 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 اوكي رقم اثنين اللي هو شو اسمه وايت وولف. وانا كايت لاف الا وايت وول، خربت عليه التصميم. رقم ثلاثة اللي هو ماين خمسة هيت. اوكي هذا هو ماين خمسة هيت. دقل لنا شباب 5000 لايك. شباب دقل لنا 5000 لايك. اوكي شباب لايك لايك. اوكي نجي الرقم اربعة اما صاد ستيف يا عيال وجابك لهون. انت مصطفى جيم اوفر الحقيقي لو مصطفى جيمر؟ والله شباب هذا مصطفى جيم اوفر الحقيقي لو المزيف الصراحه ما ادري. المهم نفس الشيء يكتب لنا شباب اسامه اكس دي يقول لنا انه مو الحقيقي هذا. هذا ساد ستيفي دي يقول لنا 5000 لايك. اوكي شباب لايك لايك لايك. اوكي نجي الرقم خمسه، الصراحه شوي بعيد لازم اروح له. اوكي اسمه 1 مليون. اوكي هذا هو مليون رقم خمسه. اوكي رقم ستة مسوي لنا اثنين قلوب حب. اوكي اللي هو اي ام كي ان اندرسكور 4. اوكي خلينا نشوف ايش يقول لنا. ويلكم اول تو ذا ايلاند نمبر 6، دونت فورجيت ذا وات. ورع ورع نو 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 نو. شباب هذا يقول لكم لا تنسون انكم تصوتون الرقم 6 وزي كذا. شباب اوكي اذا كان التصميم مالته حلو وخوج خلاص نزلون. او ماي جاد نزلون على الرابط وصوتوا له. اوكي اوكي شباب الحلوين نجي الرقم 7 اللي هو رياض فور جيمز. شباب رياض فور جيمز يقول لنا 10000 لايك. او ماي جاد اوكي شكرا رياض فور جيمز. شباب اذا تقدرون وصلوا لنا 10000 لايك اوكي بكيفكم. اوكي رقم 8 والاخير اللي هو اوهريدكس. اوهريدكس ايش دا يكتب؟ اما نفس الشيء 5000 لايك. اسف اسف شلت لك هاي الساين. اوكي شباب هسه خلينا نطلب من يامها ما تصميم. هم شباب بالمناسبه ابيكم انتم هم تحت بالتعليقات تكتبوا لنا ايش تبون نعطيهم التصاميم الجايه في المقاطع الجايه. اوكي ابيكم ما ادري يعني اقترحوا لنا اشياء في التعليقات، واكثر تعليق راح يجيب اكثر عدد لايكات هو راح نحطه التصميم الجاي. اوكي فايبا شباب هسه ابيكم تبنون وحش مونستر ما ادري يعني وحش زومبي سكيلتون كريبر، اهم شيء لازم يكون وحش ومخيف وما ادري ايش، عرفت شلون؟ هسه شباب 3 2 1 ليتس جو شباب. هسه طبعا راح نعطيهم 15 دقيقة ربع ساعة زي كل مرة، خلاص 15 دقيقة اعتقد كلش كافي. يلا شباب روحوا روحوا يب يب نبدي. يلا ابدوا ابدوا شباب ابدوا كل واحد ياخذ له مكان ابنه. شباب يلا اوكي شباب الحلوين نبدي برقم واحد اللي اسمه هاش ام اندرسكور زد. اي دونت جيف شنو هاي؟ والله ما ادري شباب. او ماي جاد شباب هذا في دقيقتين يسوي كل هذا. او ماي جاد يا شباب الظاهر هذا محترف. شباب الظاهر محترف والله صراحه مقصر. هذا اسمه ام هاش اندرسكور زد، احفظوا معي شباب كلكم احفظوا الاسامي مالتهم. اوكي رقم اثنين اللي اسمه وايت وولف. اوكي وايت وولف امان محترف شباب، دقيقتين تقريبا دقيقتين ونص يسوي كل هذا، صراحة فتشي اسطوري واو الصراحة يا شباب. اوكي رقم ثلاثة خلينا نشوف شو اسمه، اسمه عليلو جيمز. اوكي ده يقول لنا 5000 لايك. ما ادري صراحة ايش ده يسوي بالضبط، بس لسه يشتغل ما مقصر الولد. اوكي بس اسرع شوي شباب هسه عبر ثلاث دقائق.
رقم 4 دقل لنا 5000 لايك اسمه صاد ستيف هذا. اوكي شباب حسب ما اشوف ان الحين دا يسوي لنا هذا الجسم حق وذر سكيلتون، ما ادري الصراحه ايش ذا بالضبط بس شكله حق وذر سكيلتون. اوكي هذا هو رقم 4 صاد ستيف. اوكي هسه اجي نجي الرقم 5 خلينا نشوف شو اسمه شباب، والله صراحه ما بعرف اسمائهم لان مجدد اسمه 1 مليون. شاكو في صندوق يا عيال، شاكو في صندوق ماكو شيء، ما ينفتح اصلا. مسوينا وول ازرق، وول من بلوكه الجراي. اوكي صراحه ما ادري ايش دا يسوي، صافن هناك شكله يقلب في اليوتيوب، شوف له في التصميم حلو. اوكي رقم 6 اسمه شو اسمه شباب، اسمه IAMKN_4. هذا مبين شباب، هذا مبين راح يسوي لنا سكيلتون. اوكي ان شاء الله بالنهايه راح يطلع تصميم كلش حلو اسطوري. هذا هو رقم 7 اذا ما خاب ظني، لا 6 شباب، 6 رقم 6 هذا. اوكي رقم 7 اللي اسمه رياض فرقين شباب. اوكي اللي مشارك ويانا همين في الموسم الاول. الصراحه ما ادري هذا بالضبط ايش بده يسوي، بس شكله راح يشتغل على الارجل الحين، وما ادري صراحه نحكم عليهم البدايه شباب. اوكي هذا رقم 8 والاخير اللي اسمه ريدكس او ريدكس. همين زي رقم 6 راح يصمم لنا سكيلتون، بس هذا سكيلتون شكله كبير مو زي رقم 6. اوكي شباب هسه خلينا نعطيهم تقريبا خلاص 15 دقيقه، خلينا نعطيهم الوقت الكافي. اوكي يلا ابني روح. اوكي اوكي شباب الحلوين هسه تقريبا عبروا 7 دقائق او نصف الوقت. رقم 1 او ماي جاد على التصميم يا عيال، والله الظاهر راح يكون تصميم مره اسطوري شباب. هذا والله ما ادري شباب، يعني الصراحه وحش او مونستر مو ماينكرافتي شباب، ترى عادي يعني اذا مو ماينكرافتي الوحش مو لازم يعني يكون زومبي او سكيلتون، بس هذا الظهر وحش كلش غريب يعني ومعروف في افلام الكرتون، ما ادري الصراحه انا حسيت كذا يعني. شوفوا يا عيال والله ما ادري الصراحه. اوكي رقم 2 اما نفس الشيء، اعتقد هذا زومبي، لا مو زومبي، زومبي مو شكله كذا بس شكله او ماي جاد، والله ما بعرف شباب. شباب آسف. هذا هو رقم 2 الصراحة ما بعرف، أعتقد هاي عين بالنص، والله ما أدري شنو هذا بالضبط شباب هذا الكائن. أوكي رقم 3 لساته ما اشتغل مرة. أوكي سكيلتون زعطوط هذا يا عيال. حلو شباب سكيلتون زعطوط. أوكي رقم 5 لا 4 شباب، وش فيني أخربط زي ما قلت لكم شباب، وذر سكيلتون والله بالضبط يا عيال مثل ما توقعنا، ويذر سكيلتون رقم 4. اوكي نجي الرقم 5 ليتس جو، يا ليل والله بعيد المسافه. اوكي شكله راح يسوي لنا زومبي، بس شكله متاخر شوي او ملقلق لان هسه عبر 8 دقائق، بقوا بس 7 دقائق عيال، ما عدى كثير وقت فلازم الشباب يسرعون اكثر. اوكي هذا رقم 6 اللي هو كي اندرسكور نوفر، اعتقد والله ما ادري صراحه شو اسمه هذا بالضبط. امين راح يسوي لنا سكيلتون، 3 اشخاص راح يسوون سكيلتون. اوكي بس هذا سكيلتون كبير عملاق. اوكي هذا رقم 7 اللي اسمه ريد فور جيمز. امين راح يسوي لنا زومبي، بس زومبي من بلوكه الكوارتز. اوكي لا اقصد اللابس لازول والدايموند والجراي كونكريت. اوكي هاي شنو هذا الصوت شباب، وش ذا الصوت؟ والله ما ادري. اوكي رقم 8 امين راح يسوي لنا سكيلتون، بس والله سكيلتون شكله راح يعتني بالتفاصيل. راح يسوي لنا سكيلتون من بلوكه اسمها لايت جراي وول او صوف وبلوكه ستان. الصراحه ما مقصرين العيال، دا يشتغلون شغل مره حلو مره صح، بس شكله او ماي جاد شباب. او ماي جاد شباب ذا حاصد الارواح وما ادري شنو شبح. واو والله صراحة كلش حلو هذا التصميم، 9 دقايق مخلص هذا. اوه ماي جاد والله شكله ذا محترف وراح يوصل للنهاية السلسلة راح يفوز، انا اكد لكم هذا. واو يا شباب اوه ماي جاد همان رقم 2 شباب واو. بس تعرفون هذا الكائن يا عيال؟ والله شكله مو غريب علي تصدقون؟ والله ما ادري. شباب خلص الوقت شباب، ستوب شباب خلص خلي احولهم كلهم جيم مود سبكتيتور يا عيال، جيم مود سبكتيتور اول اي، حتى بعد احد يبني لا امزل ما ماتت امزل ما ماتت يا عيال. اوكي مو سرفايفل والله اني نوب سبكتيتور يا عيال. اوكي تمام حولنا هذا صديقنا حلو. اوكي خلي احول نفسي جيم مود كرياتيف، لا جيم مود
كرياتيف. اوكي شباب، هسه نبدا نقيم الناس. اوكي، رقم واحد اللي اسمه هاتش ام اندرسكور زد. او ماي جاد يا شباب، مسوي لنا حاصد الارواح او شبح، او الصراحه ما ادري. شباب اللي يخاف خليه يطلع من الفيديو. لا كذب ترى ما يخوف مره، بس والله التصميم الصراحه كلش حلو، معتني بالتفاصيل، ما مقصر الولد في 15 دقيقه مصمم كل هذا، والله فشي اسطوري يا شباب. اوكي، هذا هو رقم واحد. اذا كان احسن تصميم عجبكم دخلوا للرابط، راح تلقون الرابط جوا بالديسكريبشن، دخلوا للرابط وصوتوا الرقم واحد. اوكي، نجي الرقم اثنين اللي اسمه وايت وولف. اوكي، وايت وولف مصمم لنا صراحه شباب هذا تصميم صدق مو غريب علي مره. اللي تابع افلام كرتون خلي يكتب لنا جواب بالتعليقات ايش اسم هذا التصميم. اوكي، او ايش اسم هذا المجسم. اوكي، الصراحه هم التصميم كلش حلو زي الرقم واحد. الصراحه اثنانات التصاميم كلش حلوات، وشوفوا يا عيال بعد هم معتني بالتفاصيل وكل شيء، والله صراحه ما مقصرين. اوكي، رقم ثلاثة اللي اسمه عليلو جيمز، ده قلنا 5000 لايك. اوكي، 5000 لايك، مسوي لنا سكيلتن زعطوط. شباب سكيلتن هذا شنو؟ والله ما ادري. مسوي لنا هذا الصراحة ما بعرف شنو هذا بالضبط. المهم، وين يبقى سكيلت؟ هاي، من هذا اللي منحرك باللافا يا عيال؟ انا راح اموت. لا هاي. اوكي شباب، هذا هو رقم ثلاثة. إذا عجبكم هذا التصميم دخلوا جوا بالديسكربشن، دخلوا جوا الرابط وصوتوا الرقم ثلاثة. اوكي، رقم أربعة اللي اسمه ساد ستيف، مسوي لنا ويذر سكيلتون. اوكي، ويذر سكيلتون بالول الأزرق أو بالصوف الأزرق. اوكي، هذا هو رقم أربعة. إذا عجبكم همان التصميم دخلوا للرابط وصوتوا الرقم أربعة. نجي الرقم خمسة اللي اسمه 1 مليون. 1 مليون، او ماي جاد، شكله جاب العيد. هو شباب لو مخلصه بيكون شي مرة أسطوري، بس للأسف شكله ما مخلصه، ما حرره الوقت. والله شباب لو مخلصه بيكون شي مرة أسطوري ومرة حلو. هذا زومبي طبعا. اوكي، هذا اذا عجبكم دخل الرابط وصوت الواحد، صوتوا الرقم خمسة. اوكي، رقم ستة. اوكي، اللي اسمه اوكي هذا هو اكوانه، اي ام كي ان اندرسكورد فور. او ماي جاد شباب، مسوي لنا سكيلتون معه بو، معه ايروز. شنو هذا بالضبط ما ادري، بس شنو هذا؟ الو شباب، الو والله ما ادري شنو هذا بالضبط، بس اذا عجبكم هذا رقم ستة صح؟ ياب صح، دخلوا جوا الرابط وصوتوا الرقم ستة. نجي الرقم سبعة والاخير المقطعنا اليوم، اللي اسمه رياض فور جيمز. امين زي رقم خمسة مسوي لنا زومبي، امين نفس الشيء ما مخلصه، ما ادري ليش شباب اللي مسوين زومبي ما مخلصينه، يمكن استغرق من يومهم وقت حتى يسوون ذولا البلوكات، يعني استغرق من يومهم هواي وقت. اوكي، رقم ثمانية والاخير المقطعنا اليوم اللي اسمه اهريدكس. يا اهريدكس ريدكس. اوكي، مسوينا سكيلتون، بس شكله شباب جاب شوي العيد في الرأس، لان الرأس حق سكيلتون مو كذا، بس يعني حلو. بس والله الجسم مالته والارجل مالته صراحة كلش حلوات. اوكي، هذا هو رقم ثمانية. اذا كان احسن تصميم عجبكم دخلوا للرابط وصوتوا له. فيا شباب الحين اعتقد هنا وصلنا لنهاية المقطع، اتمنى عجبكم هذا المقطع، فاشوفكم مقطع صدق من اللايك اشترك بالقناة اذا مو مشتركين، والناس اللي ما دخلوا لهاي السلسلة الموسم الثاني ما عليكم، او موسم ثالث وموسم رابع وموسم خامس. اوكي شباب الحين هنا وصلنا لنهاية المقطع، اشترك بالقناة اذا مو مشتركين، وبس مع السلامة.